ممكن أدرس شكل مستطيل آخر بالأسفل. أخيرا ممكن نضيف تأثيرات بسيطة. راح أنسخ الشكل من خيار الـ FX، أختار الخيار الأول هذا الخيار، تعني الشفافية هذه الطريقة، أغمق أفتح آخر شيء خطوة الحفظ من فايل أو ملف، حفظ ك أو سيف آس، تصميم مثلاً.
رديف. من هنا فورمات أو صيغة، أختار صيغة البي إن جي. طبعا هذا الاسم وهذه الصيغة، وهنا مكان الحفظ، فأختار سيف.